سلطنة هاتفية. الخد يلامس الخد، تشعر به ذبذباته عجيبة. الهاتف، لولا الهاتف لبقي البكاء على الأطلال، أما الآن فقد أصبح البكاء على الهاتف. لا بد من شكر مخترع الهاتف. لم يتصل. لا بد من اتصال مفاجئ. إن اتصل لن تجيب، تقفله وفي الدرج تضعه. خلص، قرار حكيم. متى سيخترع هاتف مزعج ومقلق لصاحبه؟ متى يرن ويرن دون توقف، يصرخ، يولول، يرج، يقفز حتى يرفعه ويتصل بها. متى سيخترع هكذا هاتف؟ تشتري هاتفا جديدا، لا يرن. هل الهواتف الجديدة لا ترن؟ هل فرغ العالم من أهله أم هي الوحيدة التي تمتلك هاتفا؟ بكل الأحوال سوف يرن. مش معقول، غير منطقي، غير طبيعي ألا يرن. لا بد، لا شك، سوف يرن.